السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويا أهلا وسهلا. شكرا لكل من حضر، شكرا لكل من نظر، شكرا لقطر، شكرا لكل شيء في هذا الكون الواسع. قبل حوالي 20 سنة عملوا تجربة، جابوا طلاب جامعة من أولئك المتميزين بالانفتاح وحرية الرأي والقدرة على تغيير المواقف، اختارهم مجموعتين، مجموعة تابعة للحزب الجمهوري وأخرى تابعة للحزب الديمقراطي، ناس تبع بوش، تبع بوش ليبن، وناس تبع كلينتون ديمقراطي والجمهوري بوش. عرضوا عليهم بشكل منظم ومنفصل كل شخص من الشخصيتين التي ينتمون إليها والتي لا ينتمون إليها، بوش وكلينتون. وضحوا لهم ما هي السقطات، الهفوات، الأخطاء الفكرية، التعبير، الكلام، الوقفات، الاختيارات في المواقف، شرحوها بالتفصيل. ثم عرضوا عليهم الشخص المحبوب بالنسبة لهم أو الشخص الذي ينتمون إليه. أثناء عملية العرض كانت هناك مشابك تقرأ الحركة الكهروكيماوية أو البيولوجية في دماغ هؤلاء الطلاب. وجدوا نتيجة مذهلة ومفاجئة، ومنها بدأت مجموعة دراسات تبحث في هذه القضية الغريبة جدا. كان الطلاب التابعين للحزب الجمهوري ينتقدون الديمقراطي اللي هو كلينتون، ينتقدون انتقاد هائل جدا ودقيق جدا، يعني قاعدين له على الحبة كده على الصغير. والآخر أيضا نفس العملية. وكان هناك عكس ذلك في المحبين، وهم يقرؤون الجهاز العصبي وجدوا أن هناك مناطق في الجهاز العصبي تغلق تلقائيا عندما تأتي في مناطق، طبعا في الدماغ، مناطق الرضا ومناطق الإغلاق ومناطق يعني لها مواضع معروفة لأهل الاختصاص ويعرفها الدكتور محمد. هذه المناطق كانت تغلق تلقائيا، وبالتالي عندما كانوا ينقدون من لا يحبون ويثنون ويتقبلون من يحبون، كانوا في منتهى الصدق مع أنفسهم. هذا على اعتبار أن تعريف الصدق هو ما يقول به المناطق والفلاسفة أنه توافق ما يقوله المرء مع ما يعتقده. كانوا صادقين جدا، ما كانوا يكذبون أبدا، رغم أن الأخطاء التي كانوا يركزون عليها هي أخطاء خارج حدود المنطق، وكانوا يكيلون بمكيالين وليس مكيال واحد. التجربة هذه تكررت عشرات بل مئات المرات في ظروف مختلفة وأحوال مختلفة، وكانت النتيجة واحدة. الإنسان عندما يخدع أو يظلم أو يكذب في معظم أحيانه هو صادق 100% مع نفسه. ما علاقة هذا الموضوع بورقتنا اليوم؟ لماذا لا يتحملون مسؤولياتهم المجتمعية؟ إحنا قضيتنا قضية الوعي. نحن نحتاج أن نميز بين أمرين. في مجتمعاتنا العربية نغفل أمر ونهتم بأمر. الأمر الأول أن العقل عند الإنسان يعمل بأسلوب الهاردوير والسوفتوير. الهاردوير هي الأعمال التي نتحدث فيها منذ الصبح، أنشطة، برامج، دعاية، إعلان، دعم، تشجيع، أنظمة الدول، كل الأمور التي تكلمنا فيها هذه أشياء هاردوير. فما هي السوفتوير؟ السوفتوير هي تلك
فسيفسائيات الصغيرة التي تعمل داخل الدماغ والتي تحدث عنها قبل قليل، التي لا نعرف كيف يمكن أن نجعل ذاك السيال الكهروكيميائي يتدفق لكي نقنع الناس بأهمية المسؤولية المجتمعية، لكي نبني في العقول شيء يسمى ثقافة المسؤولية المجتمعية، لكي نصنع الوعي بالمسؤولية المجتمعية. أقول لكم، الناس ترى لا يقتنعون عندما تأتيهم بالنظام، تقول له الدولة وضعت نظام أنك أنت تدفع مبلغ معين حتى تنجز، حتى تتحمل مسؤولية، الدولة تجعل لك مكافآت، هناك جوائز تضعها الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، راح يتحفز بس من جوا ما هو شغال معه. الناس لا تقتنع. الفرق بين القناعة وبين السلوك غير المقتنع فرق هائل جدا، ولا يطول بنا الوقت أو لا يمتد لنا الوقت حتى نشرح الفرق. أريد أروح إلى منطقة سريعة، لماذا لا نتحمل مسؤولياتنا المجتمعية؟ لأننا نتجاهلها. لماذا نتجاهلها؟ لأننا نؤمن بمسؤولياتنا تجاه المجتمع. لماذا لا نؤمن بمسؤولياتنا تجاه المجتمع؟ لأننا لا نعرف. لماذا لا نعرف؟ يبدو أنه علق. لأننا لا نعرف أن المسؤولية المجتمعية مهمة. لماذا لا نعرف أن المسؤولية المجتمعية مهمة؟ لأن المسؤولين عن المسؤولية المجتمعية لا يعرفون كيف يدخلون إلى الجهاز العصبي داخل الدماغ. واضح السبب؟ راح أتجاوز اللي باقي، هو في مجموعة أسئلة ولكن لا أحد يستطيع أن يقنعنا بطريقة مؤثرة لكي نؤمن بما تؤمنون أنتم به يا محبين المسؤولية المجتمعية، يا مؤمنين بالمسؤولية المجتمعية. العالم في الخارج يفكر بطريقة مختلفة عنا وعنكم. لماذا الثقافة؟ لماذا كل هذه؟ هذا هو النموذج البنائي واللي راح أختم فيه دكتورة. معلومة، هكذا تبنى الثقافة، مراحل بناء الثقافة. معلومة، ثم معرفة، ثم بعد ذلك اقتناع، ثم قناعة، ثم اعتقاد، وأخيرا ثقافة. هذه المراحل الست. ليس من السهل الوصول إلى أعلى مرتبة، هي مرتبة الثقافة. مرتبة الثقافة عملية مختلفة تماما في الوصول إليها. يمكن أن ننقل المعلومة عن النظام، عن المشاريع، يمكن أن نحولها إلى سلوك، معرفة ثم اقتناع من خلال الفعل، ثم ربما نصل بها إلى القناعة، ولكن القناعة ليست إيمان أو اعتقاد. وعندما نصل إلى الاقتناع أو الاعتقاد لا يعني أنه سيفعل كل ما نريد منه أن يفعله، أن يضحي، أن يخسر، أن يسافر، أن يذهب، أن يعمل كل ما يعمله الدكتور علي أو كثير من الحضور هنا المهتمين بهذا الأمر. ليس سهل. طيب، أي الدقيقة هذه راح يعني أعملها عملية تشويق فقط لكم، حتى يعني تخاطبوني فيما بعد وتقولوا لي تعال نعملها. هذه هي الخمس خطوات وهذه متطلباتها. هذه عمليات الانتقال من المعلومة إلى المعرفة إلى القناعة للاقتناع، وكل واحدة من هذه اللي انتم تشوفوها هنا، هذه كلها بحاجة، كل ضغطة زر، كل كليك تشوفوها الآن هو فيه وراه برنامج كامل وشغل عميق. أشكركم شكر جزيل، شكرا للشبكة الإقليمية، شكرا للدكتور علي، شكرا لوزيرتنا.